التحية متجددة مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء في تحديات هذا الصباح الجميل بعد ما شاهدتوا أول أشواط أيضا في هذا اليوم. أول أشواط الإبكار كانت سحابة هي الحاضرة بالتحدي وبالإثارة وبالمتعة في أول الأشواط. ينطلق على بركة الله وتوفيق شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوطنا الثاني في تعداد أشواط هذا اليوم الخاص بمنافسة القعدان الحقايق مباشرة إلى الصدارة الأولى، مباشرة إلى المقدمة وإلى المركز الأول. ها هو ياتي يسميح على الصدارة الأولى محمد بن علي بن جمعة الرميثي، من ياتي على الصدارة وينطلق على المركز الأول، بينما في المركز الثاني لياتي هنا النمر علي بن سالم بن سعيد المسافري، من ياتي مع المرتبة الثانية، بينما مباشرة ننتقل إلى المركز الثالث لهنا أتابع مغادر لأحمد بن هلال بن مبارك الفلاحي، بينما في المركز الرابع هناك ينطلق وياتي هنا السريع لعتيق بن عبيد بن حارب الرميثي، من ياتي على مستوى المركز الرابع، بينما انتقل الى خامس المراكز الوصول من الختال لناصر بن محمد بن خلفان النيادي. هكذا نتيجتنا، هكذا ندينا للخمسة المراكز الاولى، ولكن اسماء ما بعد الخمسة، اسماء قوية غادمة من جميع ميادين الدولة للمشاركة في هذه المكرمة، مكرمة سيدي أبو خالد حفظه الله ورعاه. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، نعود مع سميح. راح سميح وسمح الله دروبك يا سميح مع الصدارة الأولى، يقدم لنا محمد بن علي بن جمعة الرميثي، ينطلق على الصدارة الأولى والمركز الثاني. ياتي هنا في المرتبة الثانية النمر علي بن سالم بن سعيد المسافري، ياتي محتل المركز الثاني. يا الله يا سلام يا سلام، والنيادي قادما غدوما قوي مع الختال ناصر بن محمد بن خلفان النيادي، ولكن هنا الغلاف الجوي الاخير، الخطوط النهائية، الكيلو والمتر الاخير، وهنا ايضا سميح على الصدارة، سميح على المركز الاول، ياتي بهذه الانطلاقة، ياتي بهذا التحدي، ياتي بهذا الصراع. الله 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 الله، شوف المسافة، شوف بعد المسافة ما بينه وما بين المراكز الخلفية. سلام الرميثي، سلام سلامي عليك يا محمد يا بن علي يا بن جمعة يا الرميثي، على هذا الأداء، على هذا الرقص الذي يقدمه في الصدارة الأولى في المركز الأول. تهانينا من هذه اللحظة المثيرة إلى مالك سميح. ها هو يتسمح بالشوط الرئيسي للجعدان، يسير بهذا الانطلاق، يصل إلى المئة متر الأخيرة أيضا الحاسمة لمجريات هذا الشوط. تهانينا والناموس إلى محمد بن علي بن جمعة الرميثي. سلام تهانينا للناطق الرسمي بالفعل كذلك على هذا الفوز والانتصار، بينما وصل في المركز الثاني السريع لعتيق بن عبيد بن حارب الرميثي، بينما في المركز الثالث وصل في المركز الثالث ايضا مغادر لاحمد بن هلال بن مبارك الفلاحي، والمركز ايضا الخامس كان الوصول من المركز الخامس نحيي للأعضاء لجنة خط النهاية. هكذا مشاهدين الكرام لحظة وصول أيضا سميح إلى خط النهاية ليعلن هذا
هذا الفوز والانتصار بتوغيد ثمني مقداره ايضا في 4 دقائق و43 ثانيه.